أنا جد ممتن وشاكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوضع ثقة في شخصي وتعييني على رأس هذه الوزارة، الوزارة الحساسة، وهذا القطاع ألا هو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. هذه الثقة تضع على عاتقي مسؤولية كبيرة، وأعد أنه راح نكون أشتغل بجهد وكد ولن أدخر أي مجهود في خدمة الوطن والمواطنين وتقديم خدمات أحسن في البريد والمواصلات والتكنولوجيات الجديدة.